فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإمام في المسجد أن يؤخر صلاة العشاء بالجماعة لمدة ساعة أو أكثر؟ لا لا، إذا كان يشق عليهم فلا يجوز له أن يشق عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العشاء فإذا رآهم تعجلوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر، يراعي المأمومين. نعم. أما لو كان يصلي وحده أو مع جماعة يؤثرون تأخيرها إلى ثلث الليل يريدون الأجر فلا بأس، أما أنه يشق على الناس ويقول أبي الفضيلة لا، صلي بهم أول الوقت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.